بالأمس عزيزي المشاهد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في مياه السويد والدنمارك ناجمون عن انفجارات قد تكون عرضية. وإثر هذا الحادث تم عقد مؤتمر صحفي بمقر الحكومة الفنلندية حول الوضع مع خطي الأنابيب أنابيب الغاز بمشاركة رئيسة الوزراء وأيضا وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ووزيرة الداخلية. وأثناء طرح أحد الصحفيين سؤالا على رئيسة الوزراء فجأة حدث ما ليس متوقعا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لوزيرة الداخلية الفنلندية وهي تتحرك على المنصة وفجأة فقدت وعيها وسقطت على الأرض، ليشير مقدم الإحاطة أنه لقاء طويل نحن بحاجة للماء، بينما ساعد المعاونون وزيرة الداخلية على النهوض ومغادرة القاعة. شاهد الفيديو ونعود إليكم. مشاهدينا، هل حدث معكم موقف مشابه وكيف تصرفتم حينها؟